السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوف فيه واحد الدرس اللي هو مهم اللي كيتعلق بالحساب المثلثي. هذا الدرس هذا خاص بتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية خيار فرنسي أو عربي، بحال بحال كلهم تيهمهم هذا الدرس هذا. هذا الدرس هذا كيفما كتعرفوا هو عبارة عن واحد المجموعة ديال العلاقات اللي كتسمى في الدرس بالتحويلات، التحويلات ديال كوسينيس وسينيس وطونجونت الى اخره. كاين تقريبا 20 علاقه، غير ما بين كوسينيس وسينيس كاينه 15 علاقه، وبالتالي ان التلاميذ كيتشكاو من هذا الدرس بكثره هذه العلاقات. كيقول لك اودي العلاقات كيجيونا كثار بزاف، ما يمكنش لينا نحفظوهم، وحتى لو حفظناهم كيتنساو لينا بسرعه، وصعيب علينا باش نفهموهم ونستوعبوهم. اذا الاشكال فين كاين؟ الاشكال كاين في طريقه تعاملنا مع مثل هذه الانواع ديال العلاقات. علاقات كثار صحيح انهم كثار، ولكن هذا لا يستدعي انني ما نقدرش نحفظهم. بالعكس، العلاقات اذا كانوا كثار ماده الرياضيات راه ما يمكنش لك تحفظهم، راه الحفظ من اجل الحفظ. تسبق لي قلتها، راه الحفظ من اجل الحفظ راه امر غير مستحيل في ماده الرياضيات. راه ما يمكنش تحفظ شي حاجه في ماده الرياضيات وانت اصلا ما فاهمهاش وما مستوعبهاش وما عارفهاش اصلا من جات، راه غتنساها بسرعه. اذا الاشكال قلنا كاين في طريقه تعاملنا مع هذه العلاقات. العلاقات اذا كانوا عندنا كثار، اي علاقه في ماده الرياضيات، علاقه مبرهنه خاصيه قاعده كيمي يكون نوعها، بغيت نحفظها عن طريق الفهم والاستيعاب، خاصني تكون عندي نختار واحد الطريقه خاصه بيا واسلوب خاص بيا في تعاملي مع العلاقات اللي باش نحفظهم نسوعهم مزيان. اشنا هي الطريقه؟ ممكن انني نعطيها واحد الوصف، اسم، رمز، علامه، عباره عن واحد الكود، يعني كندير لها واحد الكود باش كنبقى عاقل عليها باش ما ننساهاش. هذه من جهه. من جهه ثانيه، اذا كانوا عندي علاقات كثار نحاول نتابه مع هذوك العلاقات، كيقدر يكون تشابه بيناتهم، ممكن انني نختزلهم في علاقه واحده. مفهوم؟ باش نوضح لكم الصوره اكثر، نعطيكم شي مثال من الواقع المعاشي. الى شدينا واحد المجموعه ديال التلاميذ وعطينا واحد الاسماء قلنا لهم حفظوها، وهاد الاسماء هي كاين فيها واحد التشابه، يعني من حيث الجنس ديالها. مثلا عطيناهم الزبده قلنا لهم تحفظوا هاد الاسماء، ولكن اول مره عرضنا عليه الزبده، الفرماج، الريض، اللبن، دانون والحليب، قلنا لهم حفظوا هاد الاسماء. كل واحد وغادي عنده طريقه باش غادي يحفظ، والاغلبيه اش غيديروا؟ غيمشيو غيبداو يحفظوا الزبده، الفرماج، ربما غادي يضيعوا الوقت، وكاين اللي غادي يحفظ بغيت نسالي. ولكن اللي ذكي شنو غادي يدير؟ كيعرف بان مثلا الزبده، الريض، الفرماج، الدانون، اللبن، هذه كلها شنايا كتسمى مشتقات ديالها ديال الحليب، بمعنى ان الحليب هو الاصل. يكفي فقط انني نعرف الاصل، نختزل هذه الاسماء كامل في الاصل ديالهم اللي هو الحليب. يكفي فقط نعقل على الحليب، وبالتالي هذوك الاسماء في ساعه غادي نجبدهم. اللي ذكي اش غندير؟ غنختزل هذه الاسماء كلهم في هذا الاسم اللي هو الحليب، والاسماء الاخرين شنو هما؟ اوتوماتيكا نعرفهم بانهم راهم المشتقات ديال الحليب، اذا لا داعي باش نحفظهم، غنعقل على الحليب وما سبق ان نقول راه مجرد مشتقات ديالهم، اذا هذوك مجرد فروع يتفرعون من الاصل. الحليب وما تبقى، اللبن، الزبده، الفرماج، الريض، ودانون، هذه كلها مشتقات ديال الحليب. بهذه الطريقه وبهذه المنهجيه يمكن مثلا نستوعب او نحفظ هذه العلاقات. هذه فعلا هم علاقات كثار. دابا غير سينيس راه فيها 8 علاقات، راه ما يمكنش نحفظهم. اذا اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ نعطيو مثلا عندي السينيس هنا، السينيس غنعطيه واحد الوصف باش نبقى على حيت غير سينيس وكاين الكوسينيس، والسينيس فيه مجموعة ديال العلاقات، دونك السينيس باش نميزو على الكوسينيس غنعطيه واحد الوصف، كل واحد غنعطيه وصف، حنا غنبداو بالسينيس، كان بإمكاني نبدا بالسينيس والكوس، ولكن كيما كاين في المقرر، ولكن باش ما يتخرقش الفهم، غنديرو بحال شي واحد عنده شي سلعة وكيتريي فيها، يعني ما تيخلطاش كيعزل كل حاجة بوحدها باش كيبقى عاقل عليها. كذلك الامثله غنديرو هنايا، غنعزلو السينيس بوحده ومن بعد الكورس بوحده باش نبقاو باش الفهم ديالنا يبقى مرتب ونبقاو عاقلين عليه. غنبداو بالسينيس. اول حاجه هاد السينيس غنعطيه واحد الوصف، السينيس غنعطيه واحد الوصف، غنعتبرو هو واحد العنصر مثلا اللي هو عنصر مثلا درويش، كرشو ما كبيرهش، ماشي محساب، يعني متسامح، ما عندوش مشكل يدخل معاه الكورس، كيقبلو،
لانك امن بهذيك مبدا المناصفه. هذه كلها مواصفات نقرا عليها مزيان، راه مهمه بزاف. اذا هذه الخطوه، المساله الاولى. المساله الثانيه، الى بحثت العلاقات كامله سينيس، الى لاحظت مزيان تاني تيبان لي بان كاين واحد التشابه بين هاد العلاقات. ممكن هاد العلاقات نختزلهم في علاقه واحده اللي هي غنسميها هي الام ديالهم، هي الاصل ديالهم، وكلهم هما غيكونوا مجرد فروع. يعني الا شديت الاولى بحال شديت راس الخير، الا شديت الاولى ما يبقاش يهربوا لي الاخرين. باش كيفاش غادي دابا غنشوف العلاقه الاولى شكون هي؟ هذه غنعتبر انا هي الاصل ديال هذه كامل، وركزوا معايا مزيان. اذا هاد الاولى كيفاش غادي نكتبها؟ ا سينيس ديال ا زائد ا. شنو قلنا دابا؟ الوصف، الوصف راه ينفعنا بزاف. دابا السينيس شنو قلنا؟ قلنا بواحد العنصر اللي هو درويش متسامح، تيقبل الطرف الاخر، ما عندوش معاه مشكل، كلشي ما كبيراش، ممكن يفرق معاك هذاك الشيء اللي عنده. مزيان. اذا السينيس اش عنده؟ عنده ا بي، عنده ا زائد بي. اذا اش كيدير في الاول؟ السينيس كياخذ ا وكيدخل معاه الكوس، ما عندوش معاه مشكل، هو ما عندوش مشكل، دخل حيت كلشي ما كبيراش، دخل الكوس وخدا معاه بي، هو خدا ا عطى الكوس بي. هذا الحل الاول. زائد لاحظتو زائد ما كيبدلهاش، كتبقى زائد كتبقى زائد. في الحال الثاني اش كيدير؟ كيخلي الكوس هو ياخذ ا معنا وخيصبو، ماشي مشكل، خدا الكوس كياخذ ا، واخا وان كان جدا تبادلي، يعني حنا كنراعيو الترتيب اللي عندنا في العلاقات. الكوس كيخلي الكوس ياخذ ا، كيتناوب بحال كيدير مع عملية التناوب، كيعاود يعطي الكوس يخليه ياخذ ا، وهو تياخذ سينيس ياخذ بي. فهم؟ إذا بهاد الطريقة وبهاد المنهجية هادي أنا حطيت العلاقة ديالي، وعلاقة صحيحة إلا مشيت قارنتها راه هي هادا. سينوس أ كوس بي زائد كوس أ سينوس بي، سينوس أ كوس بي زائد كوس أ سينوس بي. إذا ملي تنحط العلاقة إلا حطيت هادي الطريقة باش غادي نبقى عاقل عليها مزيان، ما عمرها غادي تبقى يعني تمحى ليا من المخيلة ديالو من الذاكرة ديالي. إذا العلاقة الأولى، نمشي للعلاقة الثانية. العلاقة الثانية اش كتقول لي؟ عندي سينوس أ ناقص بي، أ ناقص بي. دابا هادي منين غنجبدها؟ غنجبدها غير من هادي، هادي كيفاش غندير؟ تابعوا مزيان. دابا السينوس اش عنده؟ كانت عنده في الأول أ زائد بي، دابا عنده أ ناقص بي. اش غن كيف ما كيف ما نعمل؟ غادي نعتمد على العلاقة الأولى اللي هي الأصل، غنكتبها على هاد الشكل. سينوس أ إيه أ ناقص بي، أ ناقص بي. هاد الفرق هذا هو في الأصل ديالو، راه عبارة عن جمع، راه ممكن كنكتبها هي أ زائد ناقص بي. هادشي اللي غندير هنايا، غندير هي أ زائد ناقص بي باش كنكتبها على شكل العلاقة الأولى. فهم؟ دابا أ ها هي زائد بي، بحال سينوس أ زائد بي، غير هنا بي شنو عاد عندي ناقص بي. إذا أش غنكتبها؟ غنقول هي سينيس، كنبقى نعقل على الطريقة اللي كتبت بها العلاقة الأولى. قلنا سينيس بأنه إنسان، يعني واحد العنصر اللي هو درويش، دونك سينيس أ وغي هو غياخد أ وغيدخل مع الكوس غياخد بي، بي هنايا هي ناقص بي. الإشارة هنا كتبقى هي زائد، كيتبادل هو الكوس، عاود كيعطي الكوس، الكوس كيرجع ياخد أ، والسينيس غيمشي ياخد بي اللي هنايا هي ناقص بي، هاي هي ناقص بي. اذا سينوس ديال ا الكوس ديال ناقص بي شناهي؟ ايوا هنا دابا علاش ملي كنت كنشرح العلاقات المثلثيه قلت لكم راهم مهمين بزاف، حنا غنخدم بيان كنحتاجوهم. الى عطاتو الدائره عندي هنا مثلا هنا اكس وهنا ناقص اكس، قلنا الكوس ديال ناقص اكس شناهو؟ هو الكوس ديال اكس، هو ا فاصل واحد هو الكوس ديال اكس. اذا الكوس ديال ناقص اكس هو الكوس اكس، دونك الكوس ديال ناقص بي هو الكوس ديال بي. الكوس ديال ا في سينيس ديال ناقص بي، سينيس ديال ناقص اكس شنو هو؟ هذا كيعطي هنا المسطر ديالو هو ناقص سينيس اكس. اذا سينيس ديال ناقص بي اشنو هو؟ هو ناقص سينيس بي. هنا عندي الجدال فهم، دونك ممكن نخرج الاشاره ناقص نخرجها هنايا مع زائد تولي ناقص، هي الكوس ديال ا في سينيس ديال بي. اذا هذه شكون هي؟ سينيس ا ناقص بي. هاي سينوس أ، سينوس أ كوس بي ناقص كوس أ سينوس بي. لاحظتوا دابا؟ غير من العلاقة الأولى جبت دابا العلاقة الثانية، ما كاينش شي حاجة صعيبة.
ندوزو دابا العلاقة هذه الثالثة. العلاقة الثالثة اش غندير لها؟ إلا لاحظتوا هنايا عندي الجمع هو، هنا عندي الجمع، كاين هنايا الجمع هو، هنا كاين سينوس أ زائد بي زائد سينوس أ ناقص بي. بحال وأنا عندي سينوس أ زائد بي وعندي سينوس أ ناقص بي، شنو خاصني ندير دابا؟ فقط غنجمع هذه مع هذه، غندير سينوس أ زائد بي زائد سينوس أ ناقص بي. فهم ولا نسمو بهاد الطريقة هادي، عندي سينوس أ زائد بي هي سينوس أ كوس بي زائد كوس ديال أ سينوس بي، وعندي سينوس ديال أ ناقص بي هي سينوس ديال أ كوس بي ناقص كوس أ سينوس بي. إذا هنا شنو قلنا؟ غنديرو الجمع ها بحال غنجمعو، غنقول سينوس أ زائد بي زائد سينوس أ ناقص بي تساوي. إذا درت ليهم الجمع، لاحظو إذا جمعتهم درت هذا، دونك سينوس أ زائد بي غنعوضها بهذي، أو سينوس أ ناقص بي غنعوضها بهذي. إذا جمعت هذي مع هذي شنو غيبقى؟ غنلقى أن هادو متقابلين، غنشوف حالاتهم، غتبقى سينوس أ زائد كوس بي زائد سينوس أ كوس بي هي إثنانين سينوس أ كوس بي. إذا أش غنتوي عندي؟ غنخرج سينوس أ كوس بي تساوي هذه كاملة على إثنان، يعني ونعمل واحد على إثنان، غتولي هي سينوس أ زائد بي زائد سينوس أ ناقص بي بكل بساطة. هذه العلاقة. إذا في الأول اعتمدنا على العلاقة الأولى حبيتها من الاولى خرجت الثانيه، دابا الثالثه اعتمدت عليه بجوج فهم. اذا ما كاينش حاجه صعيبه. دابا غندوز للعلاقه الرابعه، الفرق بحال بحال غير دابا هنا درت الجمع، هنا شنو غندير؟ هنا غندير الفرق فقط، هنا غندير ناقص، هنا بحال غنديرو الفرق. اذا درنا الفرق هذه المره اش تولي عندي؟ هذه ناقص سينوس ا مع ناقص هنا تولي زائد. اذا هذه المره نمشي هذه مع هذه وغتبقى نفس سميتو نفس تبقى لي اثنان، هاد المرة تبقى لي اثنان كوس أ، غتبقى لي اثنان كوس أ سينوس بي. إذا كوس أ سينوس بي تساوي واحد على اثنان، وهنا غتكون عندي ناقص، مكايناش حاجة صعيبة كيما كتشوفو. هادشي راه ماشي شي بسيط، راه غير طريقة يعني تقنية ديال النشر إلى آخره. وننتبه مع الناقص، هاد الناقص راه مشكل، غادي إن شاء الله غندير فيها فيديو خاص على الناقص، راه دايرها زوينة في التلاميذ، خاصة لا في إعدادي ولا في الثانوي، خاصة في التلاميذ ديال البكالوريا، راه كوارث تيوقعو. إذا ندوزو دابا شنو هو، انتهينا من أربع علاقات، غندوزو للعلاقة الخامسة. هادي العلاقة الخامسة عندنا سينوس بي زائد سينوس كي، كيفاش غنديرو لها؟ إوا لاحظوا معايا دابا مزيان، دابا لاحظ في الأول درت كتبت الأولى والثانية جبتها من الأولى، والثالثة جبدناها خدمنا العلاقتين بجوج الأولين، والعلاقة الرابعة خدمنا العلاقتين بجوج الأولين. دابا العلاقة الخامسة غنخدم هادي، فين إذا كان عندي الجمع غنخدم هادي، غنمشي للعلاقة الثالثة. كيفاش هذاك الشيء؟ يعني راه ماشي شي حاجة صعيبة، كاين واحد ترابط، كاين يعني واحد علاقات ما بينها، كاين تشابه كبير ما بين العلاقات. إذا غنمشي لهذه الأولى اللي هي سينوس أ فور كوس بي كتساوي واحد على اثنان، يعني سينوس أ زائد بي زائد سينوس أ ناقص بي. هذه دابا غنجبد منها هذه، كيفاش؟ أول حاجة شنو غندير؟ نقول نضرب أ زائد بي هي شكون هي بي، و أ ناقص بي هي كيو. إذا هذه شنو غتعطيني؟ إذا درت جمعت بي زائد كي غتعطيني اثنان أ، وغنخرج أ اللي هي غتعود هي بي زائد كي على اثنان. إذا هادو كلهم مهمين، هادو كلهم غنخدم بيهم، هادي حتى هي
غنخدم بها. دابا غندير العكس بي ناقص كي، غندير بي ناقص كي. إذا درت بي ناقص كي غتجي عندي هنا ناقص، غتمشي أ مع ناقص غتعود إثنان بي. دونك بي أش غتساوي هي هاي غندير هنا بي أو دي بي غتساوي بي ناقص كي على إثنان. إذا هادي تاهي غنخدم بها. إذا دابا شنو غادي ندير؟ غنجي لهنايا سينوس ديال أ، سينوس ديال أ أ شكون هي؟ أ هاهي هي بي زائد كي على إثنان. كوس ديال بي، بي شكون هي؟ هاهي بي ناقص كي على إثنان تساوي واحد على إثنان، واحد على إثنان. سينوس ديال أ زائد بي، أ زائد بي هي بي زائد سينوس أ ناقص بي هي كي. غنضرب كلشي بجوج، غنضرب هنا بجوج هنا بجوج، غنمشي تخسر جوج مالين، غتبقى لي سينوس ديال بي زائد سينوس كي تساوي إثنان سينوس ديال بي زائد كي على جوج في القوس ديال بي ناقص كي على. إذا هذه راه هاي سينوس بي زائد سينوس كي كتساوي إثنان سينوس ديال بي زائد كي على إثنان في القوس ديال بي ناقص كي على إثنان بكل بساطة. بنفس الطريقة نحسب هذه بنفس الطريقة، عندنا هنايا بنفس الطريقة عندنا كانت عندي زائد هنا عندي ناقص، وناخذ العلاقة في مني بغيت نستخرج هذه العلاقة خدمت بها ثلاثة، دابا غنخدم هذه رابعة. شنو هي هذه؟ هنا عندي هي الكوس ديال أ، لأن كنخلي أنا ديال ونخلي هادي، دونك كوس ديال أ سينوس ديال بي فين هي؟ إذا غنخدمو بهادي كوس أ سينوس بي، وهنا سينوس غتبقى أ زائد بي ناقص سينوس أ ناقص بي. إذا باش غادي نبدل، غادي نبدل بنفس الطريقة الكوس ديال أ، ها أ شنو غادي هي الكوس ديال بي زائد كي على جوج في سينوس ديال بي هي بي ناقص كي على جوج تساوي واحد على اثنان سينوس ديال بي زائد عفوا هنا ناقص سينوس ديال كي. نضرب جوج غنشوف هادي هي سينوس ديال بي ناقص سينوس ديال كي تساوي اثنان في القوس ديال بي زائد كي على اثنان في السينوس ديال بي ناقص كي على اثنان. هي هادي كلها كوس بي زائد كي على اثنان هي هادي. اذا بكل بساطة بقات لنا العلاقة الأخيرة اللي هي السابعة رقم سبعة. أما العلاقة الأخيرة الثامنة اللي غادي نخليوها حيت عندنا علاقة مع التحويلات ديال كوسينيس داخلة فيهم حتى نوصلو للتحويل ديال كوسينيس ونستخرجوها منهم. إذا ندوزو لآخر علاقة اللي هي السينوس ديال اثنان أ. هادي غنعتمد على العلاقة الأولى غنكتب على هاد الشكل اللي هي السينوس ديال أ زائد أ، أ هنا أ، أ غتبقى بحال أ، هنا غنعتبرها بحال هي بي، هنا أ راه هي بي، غتعود هي السينوس ديال أ في الكوس ديال بي اللي هو أ، هو كوس أ زائد عاود كوس ديال أ في السينوس ديال بي اللي هو أ. ولا لاحظتوا هذه راه هي هذه، يعني الجودة تبادل هي اثنان في السينوس ديال أ في الكوس ديال ديال أ. إذا هذه هي السينوس ديال اثنان أ اللي هي هذا العدد اثنان سينوس أ في الكوس ديال أ. إذا هكذا نكون أنني انتهينا من هذه الفقرة هذه، نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذه المنهجية وهذه الطريقة هذه، راه ما كاينش حاجة صعيبة. في الفيديو يعني الثاني ان شاء الله غنشوف التحويل اللي كتعلق بالكوسينيس. نتمنى انني نكون استوفيت يعني طريقه الشرح. الى حين نلتقي استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.